توفر المركبات، فمن المرجح أن تستمر الأزمة في سوق السيارات، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الأسعار. تفاصيل نوفا مع سمير أبو حفظ الله. شهرين فقط بقي قبل نهاية السنة الحالية، وقطاع السيارات يعرف ركودا كبيرا وغياب رؤية واضحة بشأن استيراد السيارات سواء كانت مستعملة أو جديدة، خاصة أن عودة الحجر الصحي في أوروبا يجعل التوقعات فيما يخص صناعة السيارات غير واضحة المعالم، إضافة لغلق أسواق السيارات في الجزائر آخرها إغلاق السوق الأسبوعي لولاية عنابة. فمن المرجح أن تستمر الأزمة في سوق السيارات وبالتالي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار. صناعة السيارات على المستوى العالمي فإنها شهدت ركود كبقية القطاعات الأخرى، إذن انكماش في الطلب، ولكن أيضا وأساسا مشاكل جوهرية في التصنيع أو في العرض. العرض تقلص نتيجة لتداعيات الحجر الصحي في العديد من البلدان، مشاكل كبيرة شهدها قطاع السيارات، الأمر الذي دخل بالقطاع في أزمة حقيقية تشهدها الدول الكبرى ويشهدها السوق بصفة عامة. ويرى الخبير محفوظ كوبي أن سوق السيارات سيعرف مشكلة تمويل نتيجة تدني سعر الدينار، وستسجل الأسعار ارتفاعات قياسية، وسينجر عنه أساسا زيادة في الأسعار التي ليست فقط نتيجة لأزمة صناعة السيارات في العالم، بل نتيجة لعاملين آخرين أيضا، هو الزيادة في الضرائب والرسوم المتعلقة باستيراد السيارات، وأيضا نتيجة لتدني سعر الدينار بالمقارنة مع أسعار العملات الأجنبية اللي شهدت أكثر من 22% كانخفاض لقيمة الدينار، وبالتالي فإن الأسعار ستكون مرتفعة في المرحلة القادمة. زد على ذلك فإن الجزائر ستشهد مشكلة تمويل أصلا بالسيارات والمركبات. قطاع السيارات في الجزائر حسب الخبراء دخل في أزمة نتيجة حظر استيراد السيارات وعدم تسليم الاعتمادات للشركات التي قدمت طلبا لاستيراد المركبات، ولم يتم أيضا استيراد أي سيارة منذ أكثر